السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد حمدي من قناة إيجيبت كارز، وإحنا جوه النيسان قشقاي الشكل الجديد. العربية أنا هتكلم عنها باختصار وهتكلم عن المميزات الرئيسية كالعادة. العربية بتتميز بمستوى الراحة، مش بس علشان الكراسي مريحة جدا، الكرسي من الجلد الطري، بيدعم الساقين، بيدعم الظهر، في مساج، في تسخين، في 2 ميموري، طبعا كرسي التحكم كهربائي كامل، مسند اليد كبير، مسند الابواب، كل ده من الجلد، حتى التابلو والجزء ده وده برضو من الجلد مع خياطة، في كمان اضاءة داخلية محيطة. بس اللي هيزود مستوى الراحة فعلا هو خفة وزن العربية، كبوت العربية او غطاء المحرك، والابواب من الالومنيوم، كمان المساعدين ورا مالتي لينك، الفتيس ده CVT متناغم بشكل ممتاز مع الموتور 1300 سي سي. نتيجة لكل العوامل دي مستوى الراحة هيكون ممتاز جدا. وبشكل عام انا شايف ان دي الميزة الرئيسية في العربية دي مقارنة بعربيات كتيرة في الفئة دي. العربية زي ما انتوا شايفين تصميمها مميز جدا، التصميم عملي جدا، في بكرات للتحكم في النظام الترفيهي وفي التكييف، ودي ميزة حلوة جدا. في قصادي شاشة 12 بوصة، العدادات تصميمها حلو جدا، اضاءتها عالية، الالوان فيها قوية واضحة جدا. الشاشة هنا 9 بوصة، النظام بسيط مش معقد قوي، سهل الاستخدام، مفيش تفاصيل كتيرة قوي، ومفيش جرافيكس قوي او شكل او جاذبية قوي للنظام، بس غني بالامكانيات. في خرائط نافيجيشن، في كاميرات 360 درجة بتعرض العربية من بره، كاميرات محيطة، وفي كمان ابل كار بلاي وايرلس، وطبعا في اندرويد اوتو. فالنظام فيه امكانيات كتيرة جدا، في طبعا بلوتوث ووسائل الاتصال المعروفة في اي عربية في الفئة دي، في 6 سماعات، والنظام الصوتي كويس جدا. طبعا تكييف انا مش هتكلم عنه كتير، دي عربية يعني ياباني، تكييف العربيات اليابانية يعتبر الافضل، تكييف صوته هادي جدا، كفاءة التبريد عالية. فانا مش هتكلم في حاجات يعني بديهية ومعروفة عن نيسان قشقاي، انا هتكلم عن المميز. غير موضوع الراحة، في رادارات بتلقط مدى عربيتين قصادي، لو في اي خطر بيديني انذار، ولو في اي مشكلة حصلت، عربية وقفت مرة واحدة، اي حاجة حصلت قصاد العربية ممكن العربية تقف مرة واحدة. فوق ده كمان في قصادي هنا زرار بيديني مدى تثبيت للسرعة متغير، يعني بحدد المسافة بيني وبين العربية اللي قصادي، وبيخليني على سرعة العربية اللي قصادي. وفي انذار كمان لو العربية تعدت المدى بتاعها على الطريق، او الحارة المرورية بتاعتها على الطريق، لو في اي تغيير في اتجاه العربية بيديني انذار. طبعا قبل ما انسى اكلمكم برضو على وضعيات القيادة، انا شغلت المساج في زرار لتشغيل المساج، ممكن بحدده برضو على الشاشة الوضعية وقوة المساج وسرعته. دي اعلى وضعية للركوب، انا شايف الطريق حلو جدا، مساحات الرؤية كويسة جدا. دي الوضعية المنخفضة، طبعا دي لو حد عايز الوضعية الرياضية، بس انا شايفها منخفضة قوي بالنسبة لي. دي كده الوضعية المثالية بالنسبة لي. انا طولي 168، وبصراحة الركوبة مريحة،
الجلد موجود في كل حتة، الجلد عالي الجودة، الكرسي مريح جدا جدا. اللي بيدور على الراحة ممكن يجرب العربية دي. طبعا مواصفات الأمان، اللي يهمهم الأمان العربية دي برضو مناسبة ليهم. فالعربية فيها مواصفات الأمان الأساسية في أول فئة، تاني فئة فيها المواصفات اللي أنا اتكلمت عنها كلها باستثناء الزرار اللي بيحدد لي السرعة، إن أنا أبقى ماشي على سرعة العربية اللي قصادي، غير كده كل مواصفات الأمان موجودة. الفئة التالتة طبعا فيها كل مواصفات الأمان. ده كان رأيي بشكل عام عن العربية. لو في أي استفسار اكتبوه في التعليقات، هتلاقوا على موقع ايجيبت كارز مواصفات كاملة لكل الفئات، هتلاقوا كمان استعراض تفصيلي للعربية دي على القناة. كان معاكم أحمد حمدي وشكرا.